مرحبا، صباح الخير وشكرا لمشاركتكم معنا في التحليل الفني الصباحي من شركة وينزور. معكم عمر الفودة. تاريخ اليوم 4/1/2013. لدينا خبر بعد نصف ساعة، وهو من المملكة المتحدة، مؤشر مديري المشتريات لقطاع الصناعة. فللمتداولين على الاسترليني مقابل الدولار يجب مراقبة هذا الوقت. ولكن طبعا أهم خبر اليوم راح يكون الساعة 3:30، وهو أهم خبر دائما في بداية الشهر، وهو بخص قطاع العمالة في أمريكا. الخبر الذي معروف بـ Non-Farm Employment Change، أو التغيير في الوظائف الغير زراعية. نشوف أنه توقع أنه ينضاف 150 ألف وظيفة خلال الشهر الماضي. فأي قراءة نستطيع أن نقول فوق 150، أو خصوصا إذا كانت 200 ألف وما فوق، من المفروض أن يكون إليها تأثير إيجابي. كمان عندنا نسبة البطالة في نفس الوقت، نشوف إنه القراءة السابقة والتوقع على 7.7% نسبة البطالة في أمريكا ككل. فأي انخفاض من هذا التوقع أيضا مفروض يكون له إثار إيجابي. لدينا خبر أيضا الساعة 5، ولكن ليس بنفس الأهمية، وهو مؤشر مديري المشتريات لقطاع الصناعة أيضا من أمريكا. فهذا بالنسبة لأخبار اليوم. نبدأ بتحليل اليورو مقابل الدولار. اتجاه هابط واضح كما نرى من خلال الرسم البياني على مدى الساعة. ننتبه من شكل القناة أنها الخطوط قريبة من بعض، مما يعني أن الهبوط كان حاد ولا يوجد تذبذب كبير. نقطة جيدة يجب مراقبتها هي إذا عاد وارتفع فوق 31.25، يكون في هذه الحالة ارتفع فوق نقطة المدار والمتوسط المتحرك 55، فبتكون لنا إشارات أن الهبوط الحالي انتهى وأصبح لدينا اتجاه صاعد. نرى أن الهبوط الحالي بدأ من بعد محاولته اختراق 33.00 وفشله. شهدنا هبوط فقط خلال جلستين تقريبا 300 نقطة، وذلك طبعا يعتبر هبوط حاد. اتجاه هابط واضح. وننتبه أنه من أهم المستويات التي تم كسرها، نرى مستوى دعم قوي عند هذه المناطق، محاولات كثيرة في السابق للهبوط أدنى 31.60 لم يستطيع، ولكن أخيرا عندما استطاع خلال الجلسة السابقة كسر هذا المستوى واصل الهبوط في شكل حاد. فكان هذا المستوى يجب مراقبته، كان يمكن البيع أول ما رأينا إغلاق الشمعة أدنى مستوى الدعم، كانت إشارة جيدة جدا أنه تم كسر مستوى دعم أساسي، وإشارة قوية أنه خرج من حالة التراوح وعاد إلى حالة هبوط، خصوصا بعد فشله كسر مستوى المقاومة الرئيسي 33.00. فكانت فرصة واضحة وجيدة لبيعه أدنى 31.60، وكان يمكن الاستفادة من هبوط 150 نقطة. نرى أن الاسترليني متأثر من تحرك اليورو. نرى أن كل الصعود الذي نراه هنا قد ألغى وعدنا إلى نفس النقطة. فالآن نحن في انتظار هل سيتم إغلاق الشمعة على الـ4 ساعات. أدنى 60.60 هو الآن يتداول أدناها، ولكن لا نستطيع أن نقول أن تم كسرها الآن. يجب أن يمر فترة من الوقت تداول أدنى هذه النقطة، أو إغلاق الشمع أدنى هذه النقطة، حتى نستطيع أن نقول أنه تم كسرها. فهو الآن عن نقطة هامة تحدد مصيره، ولكن قد يتم الانتظار للساعة 3:30 عند خروج البيانات الأمريكية. ولكن بشكل عام نرى على رسم البياني الـ4 ساعات أن لا يوجد اتجاه واضح، ولكن يبدو أن القمم
واللواة تتحرك في شكل عشوائي، مما يعني أنه بشكل عام في حالة تراوح وعدم وجود اتجاه. إذا قارنا مع اليورو، نرى اليورو واضح أنه خرج من حالة التراوح وأصبح لدينا اتجاه هابط واضح. دولار مقابل ياباني يواصل الصعود، يحقق قمة جديدة عند 88.25. ملاحظة أن تكلمنا في السابق أنه كان يشكل نموذج الاستمرار، ومن المفروض أن كان يستمر في الصعود، فعلا حصل ذلك، ولكن كما نرى أن أخذ إشارة هبوط هنا، ولكن وجد دعم بالضبط عند نقطة المدار 86.75. قلنا في التحليل السابق أن هذه هي كانت نقطة المدار، ونرى أن بالضبط الشمعة هبطت إليها، ونرى أن على الرسم البياني مدى الساعة أن المتوسط المتحرك كان عند نفس المستوى، ففعلا كانت يوجد سببين لوجود دعم عند هذه المنطقة، وفعلا وجد دعم ومن ثم عاد إلى الصعود. فكانت أيضا هذه فرصة جيدة لشرائه عند هذه النقطة. دولار مقابل السويسري كما نرى في اتجاه صاعد، أهم مستوى تم اختراقه هو 91.80. كما نرى كان في حالة تراوح ما بين 91.80 و90.80، تم كسرها. وأيضا كما قلنا على اليورو، أول ما أغلقت الشمعة خارج هذه المنطقة كانت فرصة جيدة لشرائه، وفعلا رأينا مواصلة الصعود. حاليا تستمر النظرية صعود إذا استمر التداول فوق 82.35. فنرى قوة الدولار مقابل كل العملات. في التحليل السابق كنا نقول أن الذهب في اتجاه صاعد، ورمز ذلك القناة الصاعدة التي نراها هنا، ولكن أصبح انعكاس كلي هبوطه أدنى المتوسط المتحرك 55، خروجه من القناة الصاعدة، هبوطه أدنى المتوسط عفوا نقطة المدار 1665. فعند هذه النقطة بالضبط، عند خروجه من القناة الصاعدة وهبوطه أدنى نقطة المدار، كان فرصة جيدة لبيعه، وفعلا رأينا مواصلة هبوطه تقريبا 23 دولار. فالاتجاه الصاعد الذي نراه هنا أصبح اتجاه هابط، يبدو أنه سيعود إلى القاع الذي نراه هنا عند 1635، الذي هو أوطى سعر في الاتجاه الهابط السابق، يبدو أنه سيعود إليه. وسيكون السؤال، هل سنرى اليوم إغلاقه أدنى هذه النقطة أم سيجد دعم عند هذه النقطة؟ ولكن كل المؤشرات حاليا تدعم الهبوط، سواء على الرسم البياني 4 ساعات أم الساعة، يتضح حالة الهبوط أكثر. الداو جونز أيضا عن نقطة هامة، نرى 13.320 محاولة في تاريخ 12.12، محاولة في تاريخ 19.12، محاولتين فاشلة قبل هبوطه، وهو الآن يعود إليها ويستمر التداول قرب هذا المستوى، فهو الآن في حالة محاولة كسر هذه النقطة. وطبعا خبر الساعة 3:30 سيكون له تأثير كبير على هل سيتم كسرها أم لا. أخيرا بالنسبة للنفط، كنا نقول أنه في اتجاه صاعد، ولكن لدينا علامة سيئة، وهو أن نرى القمة هنا أوطى من القمة السابقة، وهذه أول علامات الانعكاس. في العادة يجب أن تكون كل قمة في الاتجاه الصاعد أعلى من القمة السابقة، ولكن العكس حصل الآن. فلدينا نموذج الانعكاس اللي معروف بالهيد اند شولدرز،
ولكن حسب التقرير يفضل انتظار هبوطه أدنى الـ 91 30. يبدو أن هذه نقطة جيدة للخروج من عمليات الشراء، بسبب أن لدينا يكون في هذه الحالة خرج من القناة الصاعدة وهبط أدنى المتوسط المتحرك 55 ونقطة المدار. شكرا لاستماعكم.